أبو حديد الحكومة حريصة على التنمية الزراعية بالصعيد ورفع مستوى معيشة سكانه. ده العنوان مشاهدينا الكرام، لكن التفاصيل بتقول أن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر افتتحا معرض الوادي للزراعات الحديثة الذي يشارك فيه 64 شركة زراعية مصرية وعربية تعمل في مجال مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تقدم أحدث تقنيات الزراعة المتطورة للنهوض بكافة إنتاج المحاصيل الزراعية. وأكد كمان الدكتور أبو حديد خلال كلمته أنه تم الاتفاق على إطلاق 3 مبادرات لتنمية قطاع الزراعة في صعيد مصر، وأنه سيتم تخصيص 200,000 فدان للاستصلاح بمحافظة الأقصر، وذلك خلال 3 خطط 5 مخصصة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بالتنسيق مع وزارة الري لاستصلاح 50,000 فدان، وهي الخطة 5 الأولى منها. مشاهدي الكرام، طبعا لدينا تقرير حول هذه المعلومات والتفاصيل حول ما لدينا والجديد عن طبعا الحرص على التنمية الزراعية بصعيد مصر. نتابع التقرير ونعود إليكم مرة أخرى. أكثر من مشروع في المجال السريع جدا، في حوالي 10,000 فدان جاري تخصيصها، ودي هتكون متاحة للاستثمار سواء بالنسبة للشباب أو بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. في المدى الطويل في حوالي 200,000 فدان كنا بنتكلم فيها مع سيادة المحافظ تضاف إلى الرقعة الزراعية في هذه المحافظة. إحنا محتاجين زي ما قلنا إن إحنا نطور نظم الري اللي موجودة. النظام الري الحقلي اللي موجود حاليا يجب إن هو يطور إلى الري المتطور اللي بيوفر في المياه، بيوفر 30 أو أكثر 30% من كميات المياه المستخدمة، ومحتاجين إن إحنا نطبق ده على أوسع مدى ممكن. محتاجين ان احنا نرشد استخدام المياه حتى المستخرجه من المياه الجوفيه، نظرا لان في المستقبل قد اضطرنا الظروف الى ان احنا نتعايش مع كميات اقل من المياه نتيجه للتغيرات المناخيه او لظروف سياسيه او لعدد من الاشياء الاخرى. في نفس الوقت محتاجين ان احنا نواجه الزياده السكانيه ونزودها. أعتقد هذا المركز إضافة كبيرة للأقصر وإضافة كمان للمزارعين، لكل المزارعين، لأن هو بيرشد المزارعين بكل الطرق والأساليب المتطورة اللي ممكن يجابه بها كل التغيرات المناخية اللي ممكن يقابلها في الزراعة، وبالتالي هو دايما بيبقى على اتصال بيه بحيث أنه هو يقدم له نصايح، يقدم له إرشاد زراعي بحيث أن إنتاجية الفدان ممكن تزيد. وهم عاملين هنا الحمد لله معالي الوزير الزراعة عاملين مشروعات كعينات ومشاتل زي القمح، وجربوا فعلا انتاجية الفدان زايدة جدا عن اي فدان اخر بيتروي بالطرق العادية او بالاسلوب العادي المتبع، ولكن احنا لازم نزود انتاجية الفدان في جميع المحاصيل سواء القصب سواء القمح، كل المحاصيل دي كلها بالارشاد والتوعية ومجابهة التغيرات المناخية اللي ممكن تأثر على الانتاجية، ممكن ان احنا نجيب محصول كويس والفلاح نفسه يستفيد. المشروع ده كويس وان شاء الله هيخدم قطاع عريض من الفلاحين، لانه التغيرات المناخيه لها دور كبير في المحاصيل، فكل ما يكون المحصول المناخ المناسب له بتكون فيه يعني انتاجيه اكبر، بيكون ما فيش مشاكل في اثناء الحصاد. الحقيقة أنا يعني انبهرت بالمعرض، وخاصة أن معرض يتعمل في جنوب الصعيد، هو بقاله 5 سنين بس ما بتهيألي يعني قبل كده ما كانش بهذا الكم، زي ما أنا سمعت النهاردة أن عدد العارضين 60 في العدد، وكان قبل كده حوالي 20. معنى كده أن في يعني حماس لعملية التنشيط الزراعي والاقتصادي.
وزي ما انا شفت تنوع كبير في العارضين، ما بين انواع من التقاوي، ما بين انواع من الاسمده، ما بين انواع من المبيدات، المعاملات، الارشاد. حتى احنا وزاره الزراعه لنا عرض فيها، وزي ما حضرتك شفت احنا بنعرض مشروعاتنا عشان تبقى في سهوله للمواطن في الصعيد انه يعرف ايه اللي بتقدمه وزاره الزراعه. الاستثمار في مصر الان جاذب. اقول لكل مستثمر سعودي يعني ان يضع الاستثمار المصري نصب عينيه الان. الحمد لله استقرار بلد ولله الحمد فاتح نفسه على كل جبهات الاستثمار الزراعي فيما يخص الزراعه للمستثمر السعودي. شفنا مشاهدي الكرام مع بعض هذا التقرير اللي طبعا كان فيه زيارة الوزير لمحافظة الأقصر.